السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله اليوم ندخل في البارت الثالث من الـ Infectious Diseases. Infectious Diseases is a very long chapter, تمام؟ فيه a lot of, هم almost they covered all of the infections in all systems. إن شاء الله في الـ last part من الـ Infectious حيكون حنتكلم عن الـ Skin and Soft Tissue Infection. بعد ذاك حنتكلم عن الـ Diabetic Foot Infection. And then the osteomyelitis, اللي هو الانفكشن بتاع البون. And then we will go into the CNS infection. في CNS infection حنتكلم عن المننجيتس وعن البرين abscess. And then الاندوكارديتس, اللي هو ده عنده في حفظ ثقيل. البيريتونيتس, كلوستريديم ديفيسي. وآخر حاجة حنتكلم عن surgery prophylaxis. طيب, the skin and soft tissue infections, قبل ما ندخل في what are the conditions we will tackle, عندنا أول حاجة cellulitis, عندنا حاجة اسمها erysipelas, عندنا necrotizing fasciitis or fasciitis, عندنا برضو حيتكلم just briefly about the varicella zoster virus والimmunization بتاعه على أساس إنه هو داخل في the skin and soft tissue infection. تمام؟ طيب, قبل ما ندخل في اللي هم each type of them, عايزين نتعرف على الاستركشر بتاع السكين ونعرف انه عارفين انه السكين مكونه من different layers او طبقات مختلفه. الانفكشن في اي layer بيكون بيظهر بطريقه معينه بسيمتومز معينه ويكون عنده اسم معين. يعني for example if we start by the surface اللي هو بتكون فيه الهير فوليكلز لما يحصل لها infection بنسميه folliculitis. بعد ذاك بتجي عندنا الطبقة الخارجية خالص اللي هي شنو, اللي هي الستراتام كورنيوم. الستراتام كورنيوم دي دايما بيكون ناس الامبيتيجو أو ناس البرص هم بتكون affected عندهم الستراتام كورنيوم. عندنا الإبيديرمس, تمام. بعد ذاك عندنا الديرمس. الديرمس في حالة انه يحصل فيها infection بتديني two of the infections we are going to study today, اللي هي cellulitis والerysipelas. عندي بعد ذاك الفات اللي هي deep, بنقول عليها deep layer, اللي هي دي برضو ممكن يحصل فيها cellulitis والnecrotizing infections. عندي الفيشيا بيحصل فيها necrotizing infection. And lastly المسلز, طبعا إذا حصل في المسلز بيكون myositis, وإذا دخل في البون بعد ذلك بيدخلني في الاوستيومايلايتس. طيب, نحن اللي بيهمونا شنو؟ نحن اللي بيهمونا ثلاثة حاجات, اللي هي عندنا عندنا نمرة واحد اللي هي cellulitis, عندنا erysipelas, عندنا necrotizing fasciitis. إذا تكلمنا أول واحدة من ناحية severity, كويس, اللي هي less severe cellulitis, بعد ذاك more severe erysipelas, بعد ذاك necrotizing fasciitis بتكون هي it's more deep and more severe. طيب, الديسكريبشن أنا همسك الديسكريبشن بتاع أي واحدة فيهم, بعد ذاك هعمل comparison مع الثانية. طيب, عندنا السليولايتس. السليولايتس بتحصل انه يكون عندي infection. الانفكشن ده قلنا بيكون قاعد وين؟ الانفكشن بيكون في الديرميس لاير. بيكون السيمتومز بتاعته بتظهر في شكل worms, pain, erysema, او بيكون في احمرار and edema and tender lymphoadenopathy. يعني الليمف نودز on those area بيكون الشكل بتاعهم بتغير وبتغير وممكن انه يكون في تضخم في الاريا بتاعت الانفكشن itself. However, it is characteristic by non-elevated poorly defined margin. يعني في ناحية المحل اللي بيكون فيها infection ما بتكون it's not elevated. إذا شايفين إنه هنا في الصورة الصغيرة دي ما في elevation, ما في borders, تمام, ما في margins بتوريني حد الحد أو ال edge of the infection is where. طيب, لما نجي لل erysipelas, ال erysipelas برضو بكون فيها worms, بكون فيها erysema, وبكون فيها pain. ال edge of the infection is elevated, ما زي cellulitis. قلنا في cellulitis ما في edge, هنا edge. طبعا ال edge يعني أنا قصدي بقى الحد. إذا لاحظتوا إنه هنا في حد مع الحد بتاع cheeks and sharply
demarcated from the surrounding tissue, بتكون مميزة وبتكون مفصولة من التشو الثانية, ما بتكون diffused زي cellulitis. لما نجي للnecrotizing fasciitis بيكون الinfection is extensively altered surrounding tissue, بتكون خلاص إذا شايفينها هنا دي أنا عملتها صورة صغيرة لأنها هي صورة شوية مؤلمة, بتكون خلاص it's invading, okay, and it's altering the surrounding tissue leading to cutaneous anesthesia or gangrene. بعض مرات ممكن تدخلني في gangrene, فبنلاقي انه necrotizing fasciitis is very painful. طيب في cellulitis usually the patient had had بيكون الكوز بتاعها had had minor trauma او abrasion او ulcer أو سيرجري, أو ممكن تحصل بعد التيني إنفكشن الفنجل إنفكشن. بالنسبة للإيريسيبلس usually it occurs in infants and older adults, it usually occur on the legs and the feet, تمام؟ ما في سبب معين لها. النيكروتايزنج فاسيتس الحاجة اللي هي نحن لازم نخلي لها بالنا إنها هي it worth mentioning that it involves a significant systemic symptoms including shock and organ failure. So necrotizing fasciitis is a very severe type of skin infection. What are the causing organisms? The causative organisms in the cellulitis كلهم فيهم الاستريبت. طيب نجي نشوف في cellulitis usually it is streptococcus pyogenes or streptococcus أو staph aureus, تمام؟ يا إما strept يا إما staph, اللي هم الاثنين more or less they are gram positive bacteria. Erysipelas group A streptococcus but ممكن يحصل برضو من group G, C and B streptococcus. So here only streptococcus. في cellulitis عندي strept وعندي عندي strept وعندي staph. في necrotizing fasciitis ممكن يحصل it's caused by streptococcus pyogenes وممكن تكون mixed infection. Mixed infection ده ممكن يكون with an anaerobic bacteria, تمام؟ مما تلقوا انه infection is disseminating أو it is invading أو it is very vigorous, طوالي خد في راسك إنه there might be an anaerobic bacteria زي ما حنجي نشوف في diabetic foot infections. So cellulitis ما عندي أي edge, الحاجة اللي بتحدد لي أو characteristic there is no edge caused by streptococcus and by staphylococcus. Erysipelas فيها edge وبكون فيها defined margins, دائما بتكون caused by the strips. And necrotizing fasciitis is a very severe kind of skin infection, very painful, ممكن يكون invading لدرجة ممكن يدخلني في shock and organ, caused by streptococcus mixed infection, وممكن even يكون داخلي في الموضوع الأنيروب. طيب التريتمنت cellulitis caused by streptococcus and caused by staphylococcus. اول حاجه حاخدها في راسي الانتي staphylococcus penicillin اللي هم النافسيسيلين اوكسيسيلين اور داكسوسيلين. اذا شكيت او I am definitely sure ان هي it is streptococcal infection I will start penicillin G. طيب بالنسبة للإيريسيبلاس قلنا إنه عندي الستريبتوكوكس بايوجينز معناتها أنا هعالجها بالبنسلين G ولا الكليندامايسين. طيب كيف الديوريشن أوف الثيرابي؟ بالنسبة للسليولايتيز من 5 ل 10 أيام, الإيريسيبلاس من 5 days. Okay, and may extend the therapy if infection has not improved. طبعا في كل الانفكشن أنا لما أقول من 5 ل 10 أيام معناتها أنا I am evaluating my response to treatment, تمام؟ And once I see in the patient is recovered, symptom-wise, signs-wise, laboratory monitoring بتاعتها, if relevant, رجعت, بعدك بقوم بوقف. طيب, النيكروتايزنج فازايتس بلقى إنه الأنتيبايوتيك ما عنده رول إذا ما عملت سيرجيكال ديبرايمنت. لازم أنظف, لازم أعمل سيرجيكال ديبرايمنت is most important therapy and often repeated deprimant. يعني ما بعمل ديبرايمنت في مرة واحدة, لا بتكون it is repeated. Antibiotics are not curative given in addition to surgery if used early may be effective alone, تمام؟ على حسب المرحلة اللي وصلت لها الانفكشن, لكن عموما النيكروتايزنج فازايتس بتحتاج للنظافة. طيب قلنا cellulitis staph aureus معناتها أديها anti-staphylococcus penicillin, شكيت إنها stripped بديها penicillin G,
إريسيبلاس قلنا هي أساسا كوز باي الستريبت، فبقوم بديهم بنسلين جي ومعاهم أوبشن تاني الكليندامايسين. نيكروتايزنج فاسيتيس السيرجيكال ديبرايمنت، وبعد ذاك أي كونسيدر الأنتيبايوتيك. طيب نيجي نشوف الالترناتيف أوبشن. عندي في السيلولايتيس، إذا كان عندي مايل مودر سيلولايتيس وما في أبسس فورميشن، بقوم I consider the beta-lactamase inhibitor combination اللي هو اليونسين أو الأمبسيلين سالباكتام. إذا كان عندي true penicillin allergy وما بقدر أدي penicillin، أقوم أدي clindamycin. طيب with non-immediate or non-anaphylactic penicillin allergy بدي first generation cephalosporin اللي هي type 1 hypersensitivity to penicillin and type 2. إذا كان عندي non-immediate ولا non-anaphylactic penicillin allergy اللي هي دي type 2 بديها first generation cephalosporin. إذا كان عندي penicillin allergy definite immediate and with anaphylaxis ببعد تماما من البنسلين وبديهم clindamycin. طيب النيكروتايزنج فاجيتس، what are the possible options for antibiotics؟ عندي vancomycin or linzolid. تمام الفانكومايسين ولا اللينزوليد، اذا تذكروا معايا انه كنت انا بعمل لهم كفرج للميرسا، بعمل كفرج بيهم للميرسا للفانكومايسين واللينزوليد بلس بيبريسيلين تازوباكتام، ولا اديه كاربابينم اور سيفترايكسون بلس مترونيدازول على اساس اني اكون عملت كفرج للانيروب. ستريبتوكوكال نيكروتايزنج فاسيتيس، طبعا بديهم هاي دوز بنسلين ومعاهم كليندامايسين. البنسلين عشان الستريبتوكوكس والكليندامايسين عشان الانيروب. معناتها عشان الخص الكلام، النيكروتايزنج فاسيتيس يا اما اديتها فانكومايسين بلس بابريسيلين تازوباكتام او لينزوليد بلس بابريسيلين تازوباكتام. الاوبشن الثاني انه اديهم بس كاربابينم. طيب الاوبشن الثالث اني اديهم سيفترايكسون ومعاهم مترونيدازول. اذا شاك انها او عملت كلشر وجيت ستريبتوكوكل بديه بنسلين وبعمل كفرج للانيروب باي كليندامايسين. تمام ده حفظ. طيب اذا انا شاكه في مالتي ريزيستنت ستافيلوكوكس اوريس، تريت امبيريكالي فور ميرسا اف اسوشييتد ويز بينيتريتنج تروما انجكشن دراج يوز prurient drainage, nasal colonization with MRSA, concurrent evidence of MRSA infection, systemic inflammatory response syndrome criteria, severe non-prurient. دي الحالات اللي هو أنا I start treatment empirically for MRSA. يعني ما بنتظر الكلتشر، ما بنتظر الكلتشر أساسا. البيشنت دي يكون الدرينج الطالع في النيكروتايزنج فاجيتس يكون لونه أخضر، أو يكون الفيسكوسيتي بتاعته is not يعني الشيب بتاعه is not normal. يكون البيشنت ده قبل كده حصل له نيزل كولونيزيشن with MRSA، أو يكون قبل كده حاصل له الآن MRSA infection. طيب how can I treat MRSA؟ We mentioned before as an outpatient clindamycin, trimethoprim sulfamethoxazole and add beta lactam اذا كان عندي ستريبتوكوكس، ولا دوكساسايكلين. Inpatient vancomycin, linzolid, daptomycin or telmensin. المرسا treatment عموما يا جماعه ثابت and it's constant and it has to be memorized. طيب اخر نوع من انواع السكين اند سوفت تيشو انفكشن اللي هو الفاريسيلا زوستر فايروس. الفاريسيلا زوستر فايروس اللي هو الحزام الناري او بنقول عليه الشينجل فاكسين. طبعا هو وانس انه هو it happened تمام. مشكلتي معه شنو؟ انه هو it can cause a very bad neural herpetic neuralgia او post herpetic neuralgia اللي هي وجع شديد في الاعصاب. Zoster vaccine is a live attenuated vaccine significantly decrease the incidence and persistence of post herpetic neuralgia. Recommendation عموما انه قبل ما الانفكشن يحصل ليا انا اعمل vaccination one dose recommended for all others who are 60 years and older. It's not indicated for treatment of active herpes zoster infection. يعني اذا حصل الانفكشن ادي الفاكسين؟ نو لا، انا بديه تحسبا لحصول الفاكسين. طيب نشوف كيس
A VE is a 44-year-old man who presented to the emergency department with a warm erythematous and painful right lower extremity. There is no raised border at the edge of the infection. طوالي, no raised order. طوالي عارف إنه هي cellulitis. 3 days ago, he scratched his leg on the barbed wire fence on his property. His temperature has been as high as 38 with chills. Doppler study of his lower extremity are negative. Blood cultures were drawn and they are negative to date, which is the best empiric therapy. Type. اول حاجة لما تجيكم skin infection تشوفوا حاجتين. تعينوا الحاجتين. تعينوا هل there is في edge او في borders ولا ما في edge ما في border. ما في border معناته cellulitis. تعينوا لحاجة تانية بذكر لكم موضوع الدوبلر ultrasound. الدوبلر studies او الدوبلر ultrasound بيعملوه عشان تدتكت DVT او deep vein thrombosis. لأنه بكون برضو بيظهر في شكل شنو زيها نفس الأعراض أو تقريبا signs and symptoms of the cellulitis. طيب هل هنديه نفس سيلين or penicillin G every 4 hours وبابرسيلين تازو باكتام وأعمل له surgical debridement ولا أديه إنوكسابارين؟ طيب أول حاجة إنوكسابارين there is no need لأنه أساسا الدوبلر study is negative ما في حاجة بتوريني إنه there is a clot or anything. تمام so D is excluded. طيب انا مما عرفته انه هو it is cellulitis هاخد في راسي انه هي it is either caused by strep or by staph. staph معناته طوالي anti staphylococcus penicillin اللي هم النافسيسيلين and so on. so the answer is going to be A اللي هي is going to be A نافسيسيلين. تمام and that is the explanation. حفظ straightforward يعني تحفظها وطوال تحاول تطبق في الكيس. طيب نجي للدايبيتيك فوت انفكشن. الدايبيتيك فوت انفكشن نحن عارفينها انها it's one of the most headache complications of the people of diabetes. تمام and it can range from انه تكون simple ulcer وكان بيبقى ممكن to range from a simple ulcer وتبقى as much as severe to a gangrene that needs انه يحصل لي surgical debridement. الايتيولوجي بتاع او السبب بتاع الدايبيتيك فوت انفكشن neuropathy بيكون في motor and autonomic involvement, mechanical or thermal injuries lead to ulceration without patient knowledge. بيكون في مشكلة في عدم الإحساس, okay, عدم الإحساس أو أعصاب بتاعتهم ما بتكون sensitive enough, فبقوم بيحصل لهم ulceration without them knowing, gait disturbances and foot deformities, mal distribution of the weight on the foot. البيشنت بيكون حاصل له foot deformity يعني بيكون ممكن الفوت الفات اللي هو المقسم في الفوت يحصل له distribution بطريقة ما صحيحة and it كان برضو ممكن يأثر على انه البيشنت يتجرح أو to get injured without them knowing. vasculopathy معناتها vascular problem, decrease lower limb perfusion أو immunologic defects. These are the etiology. causative organism, general rule, diabetic foot infections are caused polymicrobial. Polymicrobial can caused by staph aureus, streptococcus, enterococcus, proteus, E. coli, klebsiella, enterobacteri, pseudomonas aeruginosa, bacteriophyte fragilis اللي هي دي عبارة عن anaerob and peptococcus معناتها as a general rule اتذكروها and a rule of thumb إنه ال diabetic foot infections are polymicrobial. طيب therapy mainly a therapy أنا it's more of a preventive therapy than curative therapy. I have to educate my patient to examine the feet daily. Okay, for any blisters, trauma, and so on, wear properly fitting shoes. I have to ask my patient not to wear tight shoes and not the loose shoes. No barefoot walking. ما يمشي من غير slippers. No walking without slippers. Keep feet clean and dry. Lay dry لأنه moist ممكن it can promote a fungal infection. Have 2 nails cut properly. ما أخلي النيلز بتاعته بتحت الفوت for long period. It's long and then it might cause injury to him. A treatment, pharmacological, إذا كان surgical وصلنا لمرحلة drainage and debridement أو amputation with antibiotics. طيب, amputation بيكون بعديه there is an antibiotic treatment. A duration of the antibiotic treatment after the amputation, it depends. Between from 2 to 5 days if there is no remaining infected tissue. I am sure 100% that the surgical procedure
took all of the infected tissue. Okay, if I'm 100% sure, then just start antibiotic after the surgery for 2 to 5 days, 4 weeks or more if the infected tissue remains. Okay, so let's look at the pharmacological treatment. I can either have a mild to moderate infection, okay, or severe infection. A mild to moderate infection بيكون الكريتيريا بتاعتي إنه the patient is it's mild to moderate, and at the same time the patient haven't been using antibiotic in the last months. A treatment duration for mild to moderate is 1 to 2 weeks. A severe infection, a treatment duration would come from 2 to 3 weeks, and if there is an osteomyelitis or it has progressed to a bone infection, would come minimum 4 weeks. Okay, mild to moderate infection. If there is no MRCA risk, that there is no multi-resistant Staphylococcus aureus risk, but they have penicillinase-resistant penicillin, or first-generation cephalosporin, fluoroquinolone, or clindamycin. If there is an MRSA risk factor, doxycycline or ceftriaxone. بيسكورلك في الكيس. بيقول لك either it's a mild or a moderate infection, and he will mention to you there is a risk of MRSA or not. Okay, what about the severe infection? Severe infections, a treatment duration is 2 to 3 weeks. If there is no Pseudomonas or no MRSA risk, I can give Unicin, Etrapenem, Cefuroxitine, third generation cephalosporin, moxifloxacillin alone, or ciprofloxacin, levofloxacin plus clindamycin, or tigecycline. If there is a risk of Pseudomonas aeruginosa, which is uncommon, but dihom piperacillin, tazobactam, ceftazidime, cefepime, or carbapenem. If there is a risk of MRSA and it is a severe infection, but dihom vancomycin, linzolid, or daptomycin. تمام دي حفظ دي حفظ there is no other way than انكم انتم تحفظوها. Let's look at the case. GN returned to the clinic. GN, this is the lady who we had in the urinary tract infection. She had a urinary tract infection, if you remember. GN returned to the clinic in 6 months with no urinary symptoms, but her chief concern is now an ulcer on her right foot. She recently returned from a vacation in Florida, and she thinks she might have stepped on something while walking barefoot on the beach. She wasn't wearing slippers or shoes. Her foot is not sore, but she is red and swollen around the ulcer. The ulcer is deep, and the infection may involve the underlying bone. Her medication are the same as before. Vital signs are stable, and there is nothing significant on physical examination except for the right foot ulcer. Laboratory values are within normal limit. Serum creatinine is okay. What best describe the organism which likely responsible for GN foot ulcer? We say that it's going to be polymicrobial, gram-positive, gram-negative, and anaerobic organism. Which is the best empiric therapy for GN? Best empiric therapy for GN هتكون هي عبارة عن this lady is having it affected the underlying bone. So if it affected the underlying bone, I'm going to go for C. And let's read the answer. Nafsacillin has good activity against what? Gram positive, but it won't touch for me the anaerobe and the gram negative. Okay, nafsacillin has excellent activity against gram positive organism, but it would miss the gram negative organism and the anaerobe, which is involved in moderate to severe diabetic foot infection. Atopromycin is okay, lakin a duration of therapy, atopromycin and levofloxacin would be good against aerobic organism, but levofloxacin has limited activity against the anaerobe. Beta-lactamase inhibitor combination are good agent because they have activity against the organism that are often involved. At this time, a regimen against Pseudomonas aeruginosa would not be necessary. Okay, this is why the ampicillin salbactam is not necessary. Below knee amputation, no, there is no need to go that vigorous. So the answer is going to be C.